طيب، من خلال طبعا حرص اكيد النادي الاهلي دايما على تحسين الدوري المصري وتحسين الكره المصريه بشكل كبير، الحقيقه كان في خبر النهارده وان النادي الاهلي بيناشد اتحاد الكره والجهات المسؤوله بحضور الساعه الكامله للجماهير في الدوري الموسم القادم. الحقيقه قدام حضراتكم الطلب او البيان ان الاهلي يطالب اتحاد الكره بالتواصل مع الجهات الامنيه للحضور الجماهيري بالساعه الكامله في الموسم الجديد. أرسل النادي الأهلي خطاب اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد طبعا التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد. أكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دور رئيسي في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها. طبعا الطلب الحقيقة جه في وقته، وطلب كلنا كنا بنتكلم على إزاي نزق الدوري المصري بشكل كبير. وخلينا نتكلم بكل أمانة، الحضور الجماهيري عنصر مهم جدا وهو روح كرة القدم، يعني روح الكرة. النادي يعني الأهلي بيقدم طلب لاتحاد الكرة وبيطلب الساعة الكاملة في كل مباريات الدوري. والله أنا بضم صوت النادي الأهلي وبناشد السيد مدير الأمن والسيد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية إن الكرة من غير جمهور مش كرة. في النهاية في دورات رمضانية بيحضر فيها جماهير أكتر من ماتشات في الدوري المصري، فلا القيمة السوقية للدوري التسويقية للدوري المصري ولا الدوري المصري هيبقى ليه قيمة من غير حضور جماهيري. صحيح. ولا الأندية تستفيد ماديا من غير حضور جماهيري، الحضور الجماهيري هو الأساس في كل شيء، هو الأساس. والحقيقة الجهات الأمنية في مواقف كثيرة جدا كانت موجودة بشكل أكتر من رائع في بعض المباريات، في بعض حتى على مستوى اللعبات الأخرى كان في تواجد جماهيري وتنظيم اكثر من رائع، وبالتالي التجربه اتعملت ونجحت. يعني كتير ماتش الهلال، يعني اقرب ماتش كان فيه عدد كبير حضور جماهيري كبير كان ماتش الاهلي والهلال السوداني 50,000 متفرج. صحيح. كان منظر عظيم جدا. يعني في النهايه كل الاجراءات الامنيه المطلوبه لازم تتعمل، ومطلوب انها تتعمل وعلى الانديه الالتزام بيها، لكن على الاقل خالص لازم يكون في حضور جماهيري، لو مش بالساعه الكامله على الاقل 70% من الساعه. احنا كمان لو بنتكلم ان احنا حتى لو فتحنا الحضور الجماهيري، كم ماتش في الدوري المصري بيحضر فيه جمهور اصلا؟ يعني احنا عندنا مش كل الماتشات في الدوري المصري ماتشات جماهيريه، هنشوف ماتش الاهلي، ماتش الزمالك، ماتش المصري، ماتش الاتحاد، هي ماتشات قليله هيبقى فيها حضور جماهيري. اختلفت خالص يا محمد. انا فاكر اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي كانت قدام الاولمبي، الاستاد كان متقفل طبعا. يعني تحس ان طبعا يعني لكن البداية مهمة انك طبعاً. تاخد او الشكل يبقى فيه الاستاد مليان طبعا، وخلي بالك على المستوى الفني اللعيبة بتزيد، على مستوى الإثارة الدنيا بتبقى افضل كتير كل جدا. كل حاجة اللعيبة دي بتلعب للجمهور، في النهاية الجمهور ده هو اللي بيشحن اللعيبة عشان تطلع اللي عندها، فبالتالي الحضور الجماهيري بيفرق جدا كمان في مستوى اللاعبين.